قال فويل، ويل شدة العذاب، وقيل واد في جهنم، ويل تهديد من الله للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من هم؟ الذين ما شرح الله صدورهم، قلوبهم قاسية، لا يحبون ذكر الله ولا يقرؤون كلام الله ولا يحبون بيوت الله، وأضيق لحظة عنده أن يدخل مسجد، وأضيق صوت عنده أن يسمع أذان، وأسوأ لحظة عنده أن يسمع قرآن، ما يبغى. ليش؟ قلبه منكوس، قلبه ما هو منشرح، منشرح لشيء ثاني، منشرح للأغاني، منشرح للحفلات الغنائية، منشرح للمباريات والكرة، منشرح للأسواق، منشرح للنزهة والتبرج والسفور ومتابعة أعراض الناس. هذا قلبه ما في نور، والله لو في قلبه نور ما يمشي في هذا. لكن لما أغلق منافذ النور أظلم قلبه وعاش هذه الحياة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نسأل الله السلامة والعافية.